يعني الكلام ده اكيد هيقلق ناس كتير جدا بتتابعنا. اي حد يقوم من النوم على شد عضلي، الحاجة الوحيدة هو انه عنده مشكلة الدوالي، لا ولا في اسباب تانية ممكن تعمل شد عضلي وما يبقاش عنده مشكلة دوالي؟ لا، في أسباب تانية، ولكن باستقصائنا للواقع وبنظرتنا في المجتمع نتيجة لأن طبيعة المجتمع عندنا وثقافته مش قايمة على ثقافة الرياضة ومش قايمة على صحيح. ثقافة. هقول لحضرتك حاجة، احنا نسبة ضعف الأوردة العميقة بقينا نشوفها الفترة دي بنسب كبيرة جدا ما كانتش موجودة قبل كده. احنا كتير مننا مش عايز يتحرك من مكانه يعني. ده مش كده وبس، ده ليه علاقة بأكلنا صحيح وشربنا، صحيح. أكل المواد المهرمنة وبعض المشروبات الغازية اللي بتضعف من جدار الأوعية الدموية. أصبح يعني إحنا لو عملنا كده استقصاء وشفنا نسبة الناس اللي كانوا بيجوا من 20 سنة أو 30 سنة ونسبة الناس دلوقتي، لا النسبة بقت أكتر عالية بكتير، جدا، بقت عالية. صحيح. فده اللي خلانا يقول إن من أهم الأسباب حاليا هو ضعف جدار الأوردة العميقة. إن حد يجي يقول لي، وأنا بقولها للناس كلها يا جماعة، حد يجي يقول لي أنا رجليا، خصوصا البنات اللي مش بيمارسوا رياضة، اللي شغلتها في البيت أو حتى على قد الشغل وتروع على طول، مش بتمارس نوع من المشي حتى اليومي أو حتى الأسبوعي، أنا رجلي تقيلة، السمانة بالتحديد تقيلة ومحجرة وناشفة وبتطلع صهد أو سخونة، وتقوم من النوم بالليل على شد عضلي. ده بنسبة كبيرة جدا دوالي. عندها نقدر نقول ضعف في جدار الأوردة العميقة. بعض الناس بتسميها دوالي داخلية، بعض الناس بتسميها مسميات تانية، ولكن هو في الأصل الأوردة عندها متمددة. التمدد ده في الآخر ممكن إن هو يزيد ويوصل لا قدر الله إما إن هو يطلع دوالي خارجية، ما هو الدم راكب مش واخد دورته الطبيعية، يبدأ يدور على مكان يطلع منه، ينفس منه، يبدأ يطلع دوالي خارجية، أو لا قدر الله يعمل جلطة. ودي الكارثة، ان الناس تهمل في نفسها لدرجة ان يعني الدم يفضل راكن ومش واخد المسار الطبيعي لحد ما يحصل جلطة. امال ايه يا دكتور الشكل اللي بنشوفه في الرجلين ده، الشبكة العنكبوتية، مظبوط، مش دي دوالي؟ دي دوالي دي دوالي، بالظبط. اه هي دي الدوالي بقى. دي الدوالي بقى، احنا كده بنتكلم في دوالي خارجية. الدوالي الخارجية ليها اسباب برضو كتير، اما اسباب ضغط من فوق، او الصمام الرئيسي اللي موجود في الرجل حصل فيه بعض التسرب، تسرب في الصمام، او ان يكون حصل برضو ضعف في الاورده العميقه. هي ليها انواع كتير، هي 6 درجات، كل درجه عندنا وليها علاج. الدنيا تقدمت فيها جدا جدا جدا، بقينا نعالج دلوقتي بالليزر، بقينا نعالج بالتردد الحراري، بقينا نعالج بالحقن الخارجي. اخيرا نزل حاجه لسه في انجلترا، مارك وايتلي لسه بيتكلم عن علاج ليها من بره اساسا بدون حتى ما ندخل بقسطره ليزر اللي هو الهايفو. بالمناسبه احنا عندنا مؤتمر ان شاء الله في كليه طب جامعه الازهر عاملاه، اللي هو مؤتمر جراحه الاوعيه الدمويه، جمعيه جراحه الاوعيه الدمويه المصريه اللي بتنظمه جامعه الازهر، ان شاء الله يكون فيه محاضرات مهمه جدا جدا واخر حاجه وصلت ليها الدنيا والعلم كله في المجال ده. احنا بنبشر ناس كتير في موضوع الدوالي بالتحديد، ان بقى عندنا حقن، والحقن انواع، حقن حقيقي. رغوي، وبقى عندنا ليزر خلينا خارجي نتكلم يا وداخلي. دكتور على العلاجات، بس هاخد احمد لانه بقاله شويه كتير. اتفضل. يا احمد، الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل استاذ احمد، السلام عليكم. اتفضل دكتور معاك. حضرتك يا دكتور، انا عندي سكر من 2080 ومظبطه، بس المشكله دلوقتي ان الصوابع ايديا مش مفروده، يعني طالع ليا يعني انا مش حاسس مش بالسبع ايه؟ او انا حتى ما سمعتش. معلش استاذ احمد، صوابع ايدين حضرتك مالها؟ مش مفروده؟ مش مفروده، انا ما بتفرش يعني مثليه، ماشي مثليه. ايديك ولا رجليك يا استاذ احمد؟ الايد ولا الرجل؟ ايديا يا فندم. نعم. ورجليا في الصباح، كل صباح بعد السرير هنا او هنا، يعني في زي سنه ورم صغير. نعم. مش عارف ليه ورم بالجنين صراحه. نعم. وحضرتك انا بخش حمام كتير بالليل، كتير جدا. ايه؟ حضرتك بخش حمام كتير حضرتك. نعم. طيب انا بشكر حضرتك، ودكتور هيرد عليك. دكتور، هو السكر برضو من ضمن المضاعفات، والسكر ليه مضاعفات كتير جدا، انه بيلعب في تركيب المفاصل لدرجة انه بيحصل، نقدر نقول المفاصل نفسها بيحصل فيها بعض من انواع التآكل،
والأربطة اللي ماسكة المفاصل بيحصل فيها بعض من أنواع التهتك أو بعض من أنواع الضعف الشديد، فالمفصل الطبيعي اللي ربنا خلقه يبدأ إن هو يتغير، يتغير شكله، يتغير وظيفته. وده بيحصل كتير في الرجل، ربنا خلق لنا في رجل قوس معين، القوس ده هو اللي شايل جسمنا بصورة ديناميكية يعني سبحان الله في تركيبها جبار. الناس اللي فقدوا القوس ده اللي هم عندهم فلات فوت، اللي هو القوس ده بقى فلات مبقاش بالظبط كده، السكر بيلعب في النقطة دي وبيبدأ يبرز بعض المفاصل نتيجة لضعف الأربطة اللي مسكاها، فيحصل سقوط في بعض المفاصل، فيبدأ يبرز بعض المفاصل بطريقة ان هي تحتك اكتر بالأرض، وبعد كده يحصل فيها لا قدر الله التهابات ويحصل قرح مزمنة. القرح دي بعد كده بتلتهب وتكون دي بداية قدم سكري. الكلام ده بيحصل على مستوى المفاصل كلها، بس طبعا المفاصل الصغيرة هتتأثر اكتر بكتير من المفاصل الكبيرة، زي ما المفاصل الكبيرة بتأثر المفاصل الصغيرة بتأثر اكتر بكتير. انصحه طبعا بان هو يظبط السكر، معنى ان حضرتك بتقوم من النوم بالليل كتير على التويلت ده معناه ان حضرتك السكر عندك مش متظبط. يا جماعة ثقافة تظبيط السكر هي يعني هي ثقافة اكتر منها عليك. الموضوع بكل بساطة بتتابع مع دكتور اخصائي او استشاري غدد صماء بطنة وغدد صماء لظبط السكر. والاهم من ده كله يا جماعة هي الرياضة، الاهم من ده كله هي ما ناكلش بالليل بعد الساعة 7 أو بعد الساعة 8، نقلل كمية الوجبات، نقلل النشويات، نقلل السكريات. هي ثقافة أكتر منها علاج، دي حاجة مزمنة يا جماعة. التعامل معاه يعني لو احنا حاجة لو أنا ما زبطتهاش هتخسرني كتير جدا، يعني حياتك قلت مضاعفات خطيرة جدا لمرض السكر، فبالتالي أنا لازم عشان صحتي أزبط سكري. طيب دكتور، أنا عايز أقول أنه إحصائيات عالمية بتقول إنه المضاعفات اللي بتحصل من مرض السكر قد تؤدي لا قدر الله لا قدر الله إلى الوفاة بنسبة قد تشابه نسب لا قدر الله الأمراض اللي هو السرطانات، ولا قدر الله قد يعني توصل لدرجة الحوادث. فالموضوع ده سارق لجسمنا ولعمرنا، ولكنه بطيء، وكل المشكلة هي ثقافة المجتمع في التعامل مع المرض. طيب هنرجع مرة تانية للدوالي يا دكتور، وأنا عايزة أعرف من حضرتك ليه السيدات هم الأكثر عرضة للإصابة بالدوالي؟ يعني دايما بحس إن هم نسب عالية جدا عندهم الدوالي بنسب عالية جدا. ده حقيقي، ده حقيقي. السيدات هم الأضعف بدنيا في كل شيء، بمعنى العضلات أضعف شوية، كمان الأوردة أضعف، فكل ما كانت الأوردة أضعف كل ما كان نسبة حدوث الدوالي أكتر. السيدات بيتعرضوا في فترات معينة في الشهر لبعض الهرمونات، هذه الهرمونات بالفعل بتضعف الأوعية الدموية. ليه الأوعية الدموية بيزيد جدا أثناء الحمل؟ الدوالي بيزيد جدا أثناء الحمل لأن الهرمونات دي بتبقى في السماء، الإستروجين والبروجسترون، هذه الهرمونات بتضعف الأوعية الدموية بالفعل. بالإضافة يعني الهرمونات الأنثوية هي اللي بتضعف الأوعية الدموية. للأسف كارثة، عشان كده الستات هم الأكثر عرضة. يعني ده حقيقي، ده حقيقي. بالإضافة لأن الحمل نفسه الشكل بيضايق الستات، يعني دي لو عند الراجل مش هيهتم، لكن عند الستات بتزعل إن شكل رجليها ما بقاش لطيف، يعني لأن أوقات بتشوه الرجل. تمام، على فكرة موضوع أوقات بيوصل لمشاكل نفسية. يعني مشاكل نفسية فعلا، أنا شكل رجلي بقى مش لطيف. بس نرجع ونقول إن الدنيا بدأت تتطور أكتر، وبدأ ثقافة الناس في النقطة دي بالذات تزيد. على قد ما بدأ الأمراض نفسها تزيد بأن احنا نشوف بنات صغيرين قبل سن الجواز بدأ يجي لهم الكلام ده، على قد ما حاليا بدأ البنات قبل سن الجواز يقولنا قبل ما يتجوزوا بثلاث أربع شهور أنا عايز أعمل حقن للدوالي عندي. مش عايزة بقى جوزها يبقى متضايق يعني كمان بالزبط. أو يشتكي. فبقت طفرة يعني دلوقتي بقت موضة كده إن البنات قبل ما تتجوز بتيجي لي والله أنا عايزة ثلاث أربع شهور. هي حاجة عشان كويسة عشان ما حدش يضايقها كمان يا دكتور. حاجة كويسة جدا. ولا هي تبقى متضايقة. طبعا. وخصوصا الموضوع ده لو ما تلحقش بدري أثناء الحمل الموضوع بيزيد جدا. صحيح. طبعا لأن كمان صحيح. البيبي الرحم بيضغط على الوريد الأجوف السفلي، وده بيعمل احتقان في الأوردة من تحت. صحيح. فبيزود الموضوع جدا. في ستات كتير قوي تقول بعد حملي الأول ظهر عندي الدوالي بشكل مزبوط. كبير جدا رغم ان انا ما كنتش بعاني من دوالي. مزبوط. طيب انا اخد اخر تليفون بقى مدام امال. السلام عليكم. عليكم السلام يا مدام امال، اتفضلي. الله يخليكي، شكرا. ممكن يا دكتور اسال سؤال؟ انا عندي 46 سنة، مريضة سكر من 18 سنة،
ومريضة ضغط، ودلوقتي عندي قصور وظائف كلى. عندك من ايه؟ من فترة عندك ايه يا استاذة؟ قصور في وظائف الكلى. قصور في وظائف الكلى. من فترة حصل لي جرح في الكعب الرجل، ففتحت فتحة فيه ومش راضية تقفل، غابت جدا، فعملت أشعة دوبلكس على القدم، لقيت إن الأوردة سليمة بس الشريان الفخذ من عنده انسداد أو جلطات، ففي حلول تانية غير الجراحة لفك أو تسليك الشرايين شريان الفخذ، أنا مش عارفة في حلول تانية ولا هو ده الحل الأسلم. دكتور خلاص بشكرك. لا هو طبعا يعني صعب جدا ان الجرح بتاعك يلحم او الجرح يحصل له التئام وان شاء الله يحصل الشفاء الكامل طول ما الدم مش واصل، طالما ان اشعه الدوبلكس قالت ان في الشريان الفخذي ده في بعض الانسدادات او بعض التضيقات، الشريان ده لازم يعني ان شاء الله نوصل له او يعني نعالج التضيق والانسداد ده. والدنيا دلوقتي بقت بعيده عن الجراحه خالص يا استاذه اماني، الدنيا دلوقتي بقى في عندنا قسطره وفي عندنا دعامات وبالونات، وبصراحه دي طفره في عالم جراحه الاوعيه الدمويه، موضوع الدعامات والبالونات، بقينا دلوقتي نقدر يعني نحل اي مشكله كانسدادات شرايين مهما كانت. حتى زمان شويه كنا الشرايين اللي تحت الركبه مش بنقدر نوصل لها بطريقه كويسه، دلوقتي بقى احنا ممكن نوصل يعني لمشط القدم بدعامات وبالونات، ونحاول ان شاء الله كل الحاجات دي دلوقتي الحمد لله الدنيا تقدمت فيها جدا وبنعملها بشكل يومي، والمرضى دلوقتي مش مصدقين انه الدنيا ما شاء الله بقت احسن بكتير. طيب دكتور انا مش عايزه وقت الحلقه يخلص من غير ما نتكلم على مشكله مهمه جدا، وهو البروده اللي بنحسها في اقدامنا خاصه في فصل الشتاء. نعم. والمشكله دي كمان الستات هم اللي اكثر عرضه للاصابه بيها برضو. مش عارفه ليه. هو برضو الستات بيحصل لها حاجة اسمها حساسية في الأوعية الدموية ضد البرد، مرض اسمه رينود، ده عبارة عن نوع من أنواع، انت عارف حضرتك انه يعني اخيرا اكتشفنا ان عند درجة رطوبة معينة ممكن يحصل حساسية، عند درجة حرارة معينة ممكن يحصل حساسية. الستات اللي نتيجة اللي عندها ضعف في الأوعية الدموية لأسباب كتير قوي برضو عندها حساسية في الأوعية الدموية ضد البرد، بمجرد ما الستات او مجرد ما الفرد يشم البرد دوت، يشم البرد يحصل انقباض في الأوعية الدموية الطرفية، يعني حتى لو لبس شراب واثنين وثلاثة تفضل الرجل باردة جدا. احنا اتفقنا على اتفاق اللي بيوصل الجسم لدرجة حرارة 37 هو الدم، ما وصلش الدم هتبقى باردة جدا بقى. طبعا دي ليها حلول كتير عندنا برضو، ودي ان شاء الله مشاكلها لو في الأول بتبقى سهلة جدا لو ان احنا تركناها بتصل لدرجة لا قدر الله الغرغرينة، انه الدم يعني الوعاء الدموي اللي بيوصل دم للاطراف سواء الايد او الرجل حصل فيه انقباض، يعني هو قفل بس القفله دي قفله مؤقته، هو مجرد بس قفل وبعد كده بيفتح تاني، لو استمر قافل لفتره طويله الدم مش بيوصل، الجزء ده ممكن يموت. عشان كده احنا في عندنا علاجات وفي بعض العادات اللي المفروض ان شاء الله الناس كلها تعرفها عشان ما نوصلش للدرجه دي ابدا. احنا هنعمل حلقه تانية بقى يا دكتور نتكلم.